نبدأ مشاهدينا جولة الصحافة لهذا الصباح من عناوين صحيفة القدس العربي وأبرز ما فيها. دعم سعودي للنووي الباكستاني ليصبح تحت تصرف المملكة. أردوغان: السعوديون لا يصرون على المصالحة مع مصر. وعشرات القتلى في تفجير مبنى المخابرات الجوية في مدينة حلب، والنصرة تتبنى العملية. البنتاغون: قد يكون للقوات الخاصة الأمريكية دور ميداني في سوريا. وانتشال 10 قتلى وإنقاذ 1122 مهاجراً بعد غرق سفينة في المتوسط. تحليق 10 طائرات بدون طيار في سماء باريس، والحكومة تستعد لتهديد محتمل. عباس مستعد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. إصابة السفير الأمريكي في سيول بجروح في هجوم بسكين. وإلى ليبيا، والتي تحض الأمم المتحدة على تخفيف الحظر على الأسلحة. وفي صحيفة العرب الجديد تتحدث الكاتبة سوسن حسن عن دور النخب في الثورات، وتحت عنوان: وإذا الثورة سئلت بأي ذنب قتلت؟ تقول الكاتبة: كان قطال أمد مفكرين وكتابنا ومثقفين بتغنيهم بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية واستقلال الإرادة والعيش الكريم وتداول السلطة ودولة المواطنة والحريات، وإلى ما هنالك من مفاهيم طيرت لها شعارات في فضاءات الأحلام وسماء المستقبل المختبئ في قادم الأيام والسنين، حتى تحقق الحلم الأول وصار الخيال يتجسد ويدنو من الواقع عندما تحركت شعوبنا الساكنة فيما يشبه السبات عقودا كان التاريخ خلالها يمشي هناك بعيدا عن مخادعها، تاركا إياها في غفلتها برعاية أنظمة تطبق الإحكام عليها بقبضة من حديد وتمنحها هذا الاستقرار القائم على البلادة. هبت الجماهير هبة واحدة تنفض عنها غبار الزمن صادحة بصوت هادر: الشعب يريد. لكن بعد 4 سنوات تبين أن ليس كل ما يتمنى الشعب يدركه. ها هي سوريا بعد 5 أعوام تغرق في الدم، تفوح منها رائحة البارود، تنزلق نحو الانهيار بسرعة مجنونة. لماذا تركتم الشارع بلا غطاء يحنو عليه أيها النخب السياسية؟ لماذا هرعتم وتبوأتم مراكز القيادة وأخذتم تعيدون هذا الشعب المسكين بوعود رومانسية وأنتم غارقون بأحلامكم الخاصة؟ لماذا وقفتم تبتسمون لهذا المد الزاحف ليمسك القرار ويمسك الشارع الثائر متدرعا بالدين والمقدس، ومددتم إليه أيديكم تصافحونه؟ هل إسقاط النظام غاية تبرر الوسيلة حتى لو كان إسقاط الوطن؟ سوريا تتقسم، تفرغ من شبابها، ينتهك ماضيها وحاضرها، يغتصب تراثها، تتدمر قيمها، يتشرذم نسيجها السكاني، تنحدر منظومات قيمها الأخلاقية والمعرفية. سوريا تتشوه بإمعان حاقد. آن لكم أيها النخب الثقافية أن تسترجعوا تاريخكم وتراجعوا تجاربكم. ليست الحرية السياسية الضامن لبقاء الشعوب وتقدمها، هناك حريات أخرى أهم من أجل البناء السليم وصون الحرية السياسية. أما آن لكم أن تسألوا أنفسكم: لماذا خبنا في تحديث مجتمعاتنا؟ لماذا فشلنا في إقامة القطيع مع الماضي ولم نستطع التأسيس لقيم التعدد والاختلاف؟ آن أن تفيقوا من غفلتكم ومن غيكم إذا كنتم من المضلل بهم أو المسلوبين. أفسحوا المجال لطاقات أخرى ولضمائر أخرى، أخذتم حصتكم ودوركم وكفى، كفانا هذا المصير. نريد أن نحدث ثورتنا نحن، أن ننعتق من كل موروثنا القاتل، أن نمارس مفهومنا للتجارب وصنع التاريخ. أنتم قتلتم ثورتنا من حيث لا تدرون. وفي عناوين صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: قمة سعودية باكستانية في الرياض. هادي يدرس تحويل المساعدات الدولية إلى عدن وإعلان حكومته. تفاهم أمريكي إيراني ضد داعش في تكريت واستثناء الأنبار والموصل. أموال إخوان الأردن تنتقل إلى الجماعة المرخصة. الاستئناف: السعودية تؤيد الحكم بالقتل ضد محرض العوامية. ديمستورا في باريس لدعم خطته، وفرنسا تريد حلاً شاملاً أساسه بيان جنيف. 10 طائرات بدون طيار مجهولة تجوب سماء باريس.
عباس يتهم إسرائيل بالبلطجة ومستعد لمفاوضات سلام مشروطة. نيويورك يوم عطلة في المدارس الحكومية لأعياد المسلمين. وفي صحيفة الشرق الأوسط أيضا نقرأ للكاتب صلاح الجلاب أو صالح الجلاب أن إيران أخطر من داعش بألف مرة. ويقول الكاتب: قبل صدور البيان السعودي المصري المشترك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض وإجراء محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كان الحديث عن ضرورة إنشاء قوة عربية مشتركة يتركز على داعش والتصدي له، ولم يجري التطرق لإيران وما تفعله في هذه المنطقة لا تلميحا ولا تصريحا، لكن ما يشير إلى أن تحولا واضحا قد تم على هذا الصعيد أن هذا البيان الآن في الذكر قد تحدث وبكل وضوح عن الدول التي تتدخل في الشؤون العربية الداخلية، وبالطبع فإن المقصود هو جمهورية إيران الإسلامية التي لم تعد تخفي تمددها في الكثير من دول المنطقة ومن بينها العراق وسوريا ولبنان واليمن. أما بالنسبة لإيران فإن الأمور أكثر تعقيدا وأكثر خطورة، فهي أصبحت تهيمن عمليا على 4 دول عربية هي العراق وبالطبع سوريا ولبنان بحدود معينة واليمن، والأخطر وهذا معلن ومعروف ولا يستطيع أي كان إنكاره هو أن هذا التمدد الإيراني قد ترتبت عليه تغييرات ديموغرافية خطيرة جدا، وبحيث أصبح الخيار إما الاستسلام للإرادة الإيرانية والتسليم بالأمر والواقع، وإما القبول بالتقسيم المذهبي الذي أصبحت خطوطه العامة واضحة كل الوضوح إن في بلاد الرافدين وإن في القطر العربي السوري وإن في اليمن الذي انتزعه الإيرانيون من بين أيدي العرب وهم يتفرجون وبلا حول ولا قوة. يجب أن تنفتح الدول العربية القادرة والمقتدرة وغير المصابة بالذعر من البعبع الإيراني على العرب الشيعة في العراق، على القبائل العربية العريقة التي هي تعرف معرفة أكيدة أن المطحنة الفارسية لن توفرها بالنتيجة، وعلى العرب العلويين في سوريا الذين باتوا يعترفون بأنهم قد قدموا أكثر من 40,000 شهيد من أجل الحفاظ على حكم عائلة الأسد وعائلة مخلوف، وعلى الفاسدين المتعيشين من هذا النظام الذي يتشبثون به ويريدون بقاءه. إنه غير جائز أن نبقى نتفرج على إخواننا هؤلاء وعلى أبناء شعبنا وإيران تستخدمهم كخناجر مسمومة ضد أمتهم وضد أبناء شعبهم، وهي تمعن في استباحة أوطانهم التي هي جزء من الوطن العربي الكبير. وإلى صحيفة المستقبل التي تطالعنا العناوين التالية: الحكومة بحلة جديدة، قيود وضوابط ورجيم. كاري: نريد اتفاقا مع إيران يرضي المجتمع الدولي. الثوار ينسفون مبنى المخابرات الجوية في حلب. والائتلاف: التدخل الإيراني تهديد للعرب. واشنطن تقر بدور طهران وتحذر من فتنة مذهبية. نخبة الحرس وحزب الله لمعركة تكريت. الخدمة العسكرية تفرغ سوريا من شبانها. 15,000 عربي تقطعت بهم السبل في الحسكة. فرنسا تستعيد نشاطها السياسي حول الأزمة السورية. وفي صحيفة الحياة يقول الكاتب عبد الوهاب بدرخان أن القوة العربية المشتركة وإن جاءت متأخرة فهي أفضل من أن لا تأتي أبداً في ظل التغول الدولي والإقليمي في الدول العربية. نتابع ما يقول الكاتب: لم نسمع حتى الآن سوى أفكار، ونريد أن نصدق أنها تدرس بجدية وبروح إيجابية وأنها ستنفذ في الوقت المناسب، والأهم أنها ستكون فاعلة ومجدية. ذاك أن الحاجة إلى قوة عربية مشتركة، بل إن هذه القوة كانت ضرورة عربية منذ زمن، ولم يمنع وجودها سوى تفكك الرابطة العربية بسبب مسلسل طويل من المناحرات الأخوية وتناقض السياسات والأهداف. وبما أن الإرهاب هو الهدف المحدد، فقد كان أحرى التفكير في تحالف عربي أو عربي إسلامي لمحاربته غداة التحرك الأمريكي لإنشاء التحالف الدولي، خصوصا أن العديد من دول الإقليم كانت ولا تزال لها مآخذ محقة على الاستراتيجية أو اللا استراتيجية الأمريكية.
ومع أن الوضع السوري ينطوي على معطيات مشابهة أو أكثر سوءا مما حصل في العراق، إلا أن الأمريكيين أنفسهم رفضوا منذ البداية أي طروحات تركية أو عربية تربط بين محاربة الإرهابيين معا داعش والنظام، فكان ذلك إشارة إلى الإيرانيين الذين شرعوا في غزوات جديدة للإجهاز على آخر معاقل المعارضة السورية المقاتلة. وحده النظام السوري راهن على الإرهاب وهو جالس يتحين اللحظة التي انتظرها، إذ مارس كل أنواع الإجرام لضرب معارضيه، ثم جاء داعش ليكمل له بعضا مما فاته، ثم جاء تحالف دولي ليستعين به ضد داعش، ولا عزاء لمحققي المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جرائم الحرب التي ارتكبها هذا النظام. أن تأتي قوة عربية مشتركة متأخرة أفضل من أن لا تأتي أبدا، فالتغول الدولي والإقليمي يمعن في فظاظة مكشوفة ضد دول الخليج رافقت المناورات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز، وعبر عنها كلام ملتبس لحسن نصر الله، إذ قال إن هدف داعش الحقيقي هو مكة والمدينة، لأن خلافة داعش غير ممكنة من دون الحرمين الشريفين، هذه هي المعركة التي نتجه نحوها. ويريد ظاهر الكلام أن يحذر من أهداف هذا التنظيم، أما باطنه فيحتمل كل التفسيرات، وليس أقلها زعم أن إيران لم تكن بعيدة ولا غريبة عن ظهور داعش ونشأته في العراق، ثم كانت مع النظام السوري المحفزين الأقربين على انتشاره في شمال سوريا وفقا لوقائع وثقها الجيش السوري الحر. والآن مشاهدينا مع مختارات من رسوم الكاريكاتير. إذن مشاهدينا، نهاية جولة الصحافة، أخبار رياضية متنوعة ومتجددة مع الزميل معن عمر بعد الفاصل.